الحمد لله بسلامة برو. سوربرايز مش كده؟ صديقنا منقذي مستر فريمان. لا لا، انقاذ حياة البروفيسور واجب علينا كلنا. انت قيمتك كبيرة قوي للإنسانية كلها. وانت فريمان اسمك بقى كبير قوي. نو نو نو، انا بلعب في الماضي لكن انت المستقبل. الزراعة يعني اكل وحياة شعوب، والحقيقة بتقول اذا ملكت طعام الناس حكمت وتحكمت. اوه، ايه الكلام الحلو ده اللي وحشني. لما شافني وشه صفر وحمار واخضر ما بقاش مصدق عينيه. اكيد في خطة كبيرة للانتقام. الانتقام سلاح نستخدمه مش هدف نوصله. الاسباب اللي تخلي المنظمة تبعتك هنا في سوهاج بدل اسوان اكيد اسباب كتير، واعتقد ان وجود مناع هنا له علاقة. فريمان، انا مش عارف كل حاجة. انا وانت وغيرنا في المنظمة لازم ننفذ خطوات. لن أقدم خطوة ولن أخر خطوة. أنا الخطوة بتاعتي بقى هنا في سوهاج أني أعمل علاقات مع الناس، أكسب ثقتهم بأي طريقة ممكنة. بس أكيد جواك رغبة للانتقام اللي قتلك وقتل جاكوب ورجالته. جاكوب، خسارة جاكوب. أنا أصريت يحطوا اسمه في اسم جديد، جاكوب فاي هايزر. يبقى أكيد في إصرار أكبر على قتل مناع. شور، ده كان سهل قوي بالنسبة لي وانا في روما. اقتله، مش هو لوحده، هو وابوه يتشينوا في حبل واحد. بس الادارة رفضت فكرة الانتقام دلوقتي. ما هو نزولك في البلد اللي فيها مناع يعني ان مناع داخل في حساباته. حبيبي، انا راجع المرة دي ومعايا جيش كبير، وعيني مش على بلد صغيرة زي سوهاج. فهمت؟ ارجوك ما تسألنيش تاني. اوكي 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 اوكي، انا بس عايز اطمن عليك. الحمد لله على السلامه يا بني. همام منوح. حبيبي، اهلا 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 يا همام. حبيبي وصاحبي. ازيك يا ويلي؟ حبيبي اخويا، وحشني كتير، وحشني كتير يا مناع. كيفك يا همام وكيف اخبار النجع وناسه؟ الحمد لله، ابوي مات يا مناع، فاتني كبير عيلتي، وسألني الام بدري. الله يرحمه. تعرف ان محدش قال لي وابوي عامل ايه؟ ابوك اللهم لا حسد يا مناع، لفايته في النجع هو وعيلته، بيطبلوا ويرقصوا وهما بيشون القمح، عايشين في نعيم يا مناع، مغرقهم من فوقهم لتحتهم. اما عيلتي، عيلتي فايتهم قاعدين بحصرتهم على الزرعة القايبة. صدقني همام، زرع شطاني والاحسن تهملوها. مش معنى انت شفت الخير منها؟ احنا كنا مجبرين عليها، ولو تفتكر انا ما بطلت زراعة الهباب ده لما خلصت من بيني ورجالته. يبقى صدق عمي دياب لما قال ان انت قتلت بيني، مش كنت خايف لعمي يحل محلك؟ أنا قتلت بيني عشان نبقى أحرار أنا وأبوي ونمنع زراعة المخدرات، مش عشان خايف حد يحل محلي. فوتك من الحديد ده. قولي همام، أنت كيف قدرت تخاطر بنفسك وتتدلى من النجع وسط الحكومة والناس؟ شديد القوي، شديد القوي يا أخوي. أنا لو طول تبكي زي الحريم كنت بكيت وخلاص في يدك أنت. أوعى تجيب لي سيرة المخدرات، أنا لا يمكن أساعد فيها ولا أجي يمتها. يا مناع، أنا اللي عايزه منك حاجة تانية غير المخدرات، بس برضك لازم اعرف سر الخلطة ايه. ما تفوتنيش كده. ايه الحاجة اللي غير المخدرات؟ انجز. الحبوب اللي اديتها لي اخوي خلصت، ومن ساعتها وشي بقي في الارض. معقول يا همام يطلع عقلك صغير بالشكل ده؟ وانا عاد في عقل خالص يا مناع. ونقولت لك ان دي حبوب زكام وبرد. هقول لك انك عايز تتهرب مني وتخلي راسي في الطين، ودي اللي ممكن افوتها لك ابدا يا مناع. خلاص يا سيدي، طالما الحبوب دي بتريحك هجيبها لك. ايوه ايوه مناع، كده انت صاحبي واخوي وحبيبي، وهات على قد ما تقدر، ما يهمكش الفلوس، وما تخافش مش هتحمض. ان شاء الله اشتري لك حتى الجيم من البندر عشان تعيش العمر كله. اهدي اقدر اوفرها لك، لكن موضوع الخلطه انسى. لا مش هنسى، بس حاجة حاجة. طول عمرك كده مفيش فايدة فيك.
مادام مفيش منه رجا يبقى ملوش امان، ولازم تحرسي من غدره بيكي. كيف ياما؟ ده انا فرحانه بخيبته، ده ما بيقدرش يتني لي كلمه، ده حتى بينصرني على امه ورجاي. صدقيني انا لو الكل طفح بينكب، وجوزك دلوك نفسه يتلكك لك على غلطه علشان عينه مكسوره قدامك. وانا نعمل له ايه؟ هو بيدي اهو راح للمركز يشوف صرفه ويعرض نفسه على الدكاتره. يا ميلاد بختك يا بنتي، بختك من بخت امك. جرى ايه ياما؟ فاكراني عبيطه ولا نايمه على وداني؟ قصدك ايه يا بنتي؟ تسمعتي ايه؟ سمعت اللي سمعته ومكتي مع اللي عرفت. لا ماني مش هفوتك تعملي حرمة علي، اتكلمي طوالي، احسن احلف ما ادخلك بيت لحد ما اموت. بعد الشر عليكي ياما، ده البيت ده هيبقى بيتك، بس هي بيتها عزرائيل ياخد اجل عجيله. واقول لك الف مبروك. وايه دخل عجيله؟ ولا فكراني هاجي اقعد مطرحها؟ لا بس هي اللي بتتحكم في البيت كله وبتدافع عن رجايا، ولو ماتت رجايا هتبقى من غير سند وتفضل سكه لدياب يقول على اللي في قلب. كلامك ملاوع يا بنت بطني، قولي قولي سمعتي ايه وانا اقول لك الحقيقه. سمعت ان في حاجه بينك وبين دياب، ولعلمك رجايا متكده منك وكاتمه في قلبها. الا قولي لي بالحق يا اتفقتوا على الجواز ولا لسه؟ لو بتحب حقيقي صحيح كنت ما سبتش قلبي جريح، كنت وقفت في وسط الريح والطيار. يا مزاجك يا ابو الروقان. نعم سامعك بتغني من على السلم. اصلا اعشق قوي الاستاذ هاني ابو شاكر. طيب ايه دي؟ انا جيت شويه حاجات، دي هديه ليك ومرضك. ما علينا. ومعلش الحاجات دي عايزك توصلها، دي لابوي ودي لامي ودي للبنت فاطمه. ما علينا من كل ده، انا الحديد ده ما يخش ذمه الملين. فين الحبوب؟ جبتهم لك. عايزنا افرطهم لك ولا تاخدهم كده؟ ايوه افرط لي واحده عشان اتاكد. ده انت نكته ما فيش زيها. خد يا شيخ. ليه طلب تاني يا مناع؟ أؤمر. عايزك توصلني لغاية القطر وتركبني بنفسك، عشان لو قبلني ظابط وسألني فين بطاقتك هحتاج ساعتها. ماشي يا سيدي، بس أنا عايزك توعدني بحاجة يا همام. أنت دلوقتي بقيت كبير عيلتك وكلمتك مسموعة، يعني تقدر تمنع زراعة المخدرات زي أبوي. ورحمة أبوك يا شيخ، ما تخليش الناس تضيع بذنبك. خمس فدادين يا مناع ما يكفوش واكل عيلتي السنه كلها، ولو حكمت هيموتوا من الجوع. صاحبي هملهم ينزل في ارض اخوك مناع، وبلاش تخلي عمك دياب يحرضك على الشر. ويبقى عيله البنداري يشتغلوا انفار وجريه عندكم؟ مش عيب، مش اكرم لهم من السرقه ولا الجوع ولا حتى زراعه الحشيش. راجع نفسك يا همام وبلاش تشيل ذنب عيلتك زي ابوك. شوف يا مناع، انت صاحبي وصديق عمري صح، لكن كله للكرامة. انا لا يمكن اهين كرامة عيلتي واقبل انهم يحطوا راسهم في الطين ويشتغلوا اجرية عندكم، عشان ساعتها يبقى كني بقول لكم ان انتم كبرات الناجة، ولا مش ممكن انا اقولها لكم ابدا ابدا. يا اخي بلاش الافكار المتخلفة دي، فكر بعقلك يا واد عمي. يغور التفكير يا مناع اللي هو كرامة عيلتي. مفيش فايدة فيك. واد يا حصاوي، واد يا حصاوي. نعم سيدي مناع، تعال من الحاجات دي خلينا نلحق القطر. يلا بينا. فكر يا همام، افتكر ابوك اللي لافين هرجات تته، لو كان عنده فلوس يشتريه انباع اللي وراه واللي قدامه. يلا. اه صحيح يا مناع، مش كان واجب تعرفنا على مرتك الجديده وعيالك حسان وتوفيق ربنا يخليهم لك؟ اه ولا احنا خلاص ما بقناش نشرفك. يا سيدي تشرفني وتشرف بلد. ها يا مناع، واحنا معرفة يوم ولا اتنين؟ احنا اصحاب العمر كله يا مناع.
حكيت لك على كل الظروف يا همام. يلا توكل على الله. في رعاية الله يا صاحبي. عايز اعرف اخبار دقيقة عن كل اللي بيحصل في الناجة وخصوصا عيلة حسان. انا عندي كل الرجالة اللي ممكن ازرعهم وافتيهم، لكن ليه؟ لحظة، شوف مين اللي دخل المحطة دلوقتي. معرفهمش. ده مناع وهمام البنداري، الاتنين صحاب قوي. ده سكتك بقى للنجع من جديد. على فكرة شكله صاحبه بيوصله وهو مسافر، اعتقد تبقى فرصة. جو بليز هيلب دكتور فريمان تو ذا ترين. Yes sir, I have everything ready. Good. زي ما قلت لك يا همام، ما تجيبش سيرة لأي حد بموضوع جوازي دي. أبوه يغضب عليا العمر كله. اطمن يا مناع اطمن، كيف ما أنت صمت سري أنا هصوم سرك، أنت مش صاحبي وبس، أنت صاحبي وحبيبي. ربنا يخليك، برعاية الله يا صاحبي. وما تكررهاش تاني. مع السلامة يا مناع. سلام. مع السلامة يا أخوي. في خواجة جمالك عايز تقعد اقعد، كلها ساعتين ثلاثة كل واحد يروح لحاله. ما تخافش مش هاكل منك حتة. أيوة بس الشنطة دي حطها فوق مش هنا. واه بتحدث عربي؟ لا مؤاخذة يا خواجة. سيبها سيبها شيل حالك. أنت كمان بتحدث عربي؟ أهلا وسهلا. تفضل. أهلا بيك أهلا بيك. أنا بحب العربي كتير قوي وكمان بحب مصر أكتر. آه تشرفنا يا خواجة. محسوبك همام البنداري من قنا. منين؟ من قنا يا خواجة. ما تعرفش قنا ولا ايه؟ لا اعرف قنا كويس. انا زمان كان عندي اكتشاف اثري مهم قوي في مكان هناك اسمه نجع الجبل. اه نجع الجبل. المكان ده بعيد قوي ما حدش يعرفه خالص. بتعرف نجع الجبل؟ انا كمان اعرف نجع الجبل زين. اها بالأمارة فيه مياه حلوة طالعة من بطن الجبل. برافو عليك. هاي العظيم، انا اول مره اشوف حد يعرف نجع الجبل ده. لا انا مش اي حد يا خواجة. انا لفيت مصر خن خن يا خواجة، خن خن، وعارف اجيب التايه. يا مرحب. اهلا وسهلا. يا مرحب بيك يا همام. انا بحب النوع ده من الرجاله التمام. الله يحفظك يا خواجة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مناع بقى كده تخليني حموت عليك من الجلج؟ وما اتصلتيش ليه وانا اطمنك بنفسي؟ اتصلت ورديت على نفسي لان سيادتك نسيت تاخد الموبايل بتاعك. تصدقي ما خدتش بالي تلاقي جاني مستات كتير. ما هو اكيد كنت مشغول في حاجة مهمة قوي عشان كده نسيت تاخده معاك. شغل يا نورهان شغل. بطل يا اسئلة. العيال راحوا فين؟ العيال ناموا من بدري. معقول هيفضلوا صحيين دلوقت؟ جهزوا العشاء انا جعت. بقول لك ايه، اذا كنت عايز تسال عن الموضوع اللي حصل النهارده في مكتب جدام بيتك بحب اقول لك انه عادي، يعني حصل لي الف مره قبل كده ويعني بيعدي بسلام عشان انا بتصرف من دماغي. على راي المثل مش كل مره تسلم الجره. وهم يعرفوني كيف يعني؟ لازم يتاكدوا ويتحججوا، يا اما انا اقول لهم بنفسي وده مش هيحصل. ما تخافوش. انا اسفه اني حكيت لبابا وماما، بس هما رأيهم انك تبلغ البوليس. انا اضرب حالي، يا ريت نفضها سيرة. عن اذنكم اتعشيت قبل ما اجي. مش قلت لك بلاش يا بابا؟